سالمت من الشعراء اللي بدوا بدايات قوية وبعدين فجأة اختفى ثم يرجع ثم التذبذب هذا في الحضور والغياب نبي نعرف اسبابه. مجامله ما نبي. طيب. نبي تفك حلقك على ما قالوا اليوم. حاورة حتى تبقى موجوده لانها فن من فنون الشعر مستقل، واذا وجدت من يديها على وصولها فهي فن طيب. لكن الغياب طال عمرك صارت اصفط لك يا سالم واصفط لك يا حمد واصفط فلان، والشاعر هذا لازم ابعده او احجب عليه. يعني في شلليه بمعنى اقول لك حتى في القنوات هي رساله قويه من الشعار من الاعلاميين بنبث العنصريه نبث الانحياز حتى انها توصل الاخو مع اخوه لاقرب الناس. العنصريه هذه ما تصلح تنبت نهائيا وهذه من عداوه الاسلام. الله يلومت يا ليالي والايام تلعب على الرجال لين تغدي به هاك السنه والعام واللي ورا العام والغامض المجهول ما يندري به. نعمة الله ما تكب. محافظ على نعمة الله يا جماعة، لأن فيها في حفلات وفي أمور من حصل فيها أنعام تكب. فإذا كان الله منعم عليك غيرك ما الله ما نعم عليه. حافظ على النعمة التي تملكها. يا ويل بعض الناس مما يقولون يوم الحصاد اللي ما بعده حصايد. أهل الأذلي للأجاويد يودون باسم الفخر والقبيلة له العوايد. يا ويلهم يوم الحشر يوم يقفون في يوم توزيع الكتب والشهايد. على البال كل التفاصيل على البال وحلى التفاصيل على البال.